مرة جديدة ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن بحالة ضياع ولا يدري ماذا يفعل أمام أعين الكاميرات، حيث تم التقاط فيديو له خلال مراسم الاستقبال الرسمي في فلسطين المحتلة. ظهر فيها الأخير وهو يقول ماذا أفعل الآن، بعدما حيا بايدن مستقبليه من الجانب الإسرائيلي. فهل أصيب بايدن بالخرف كما يشاع؟ وألقى الرئيس الأمريكي بعد ذلك كلمة تطرق فيها إلى الهولوكوست، ليقع بزلة لسان أثناء الحديث قائلا لنبقى حقيقة وشرف الهولوكوست ورعب الهولوكوست ونكرم هؤلاء الذين فقدناهم. وفي مراسم الاستقبال أيضا كان بايدن قد صافح مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين بكف مغلق على شكل قبضة قبل أن يظهر وهو يصافح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو بكف مفتوح. وكثف الرئيس الأمريكي جو بايدن غدا وصوله إلى إسرائيل محادثاته مع القادة الإسرائيليين وبحث معهم الملفات الساخنة، كما تم التوقيع على إعلان القدس الذي رسخ التعاون بين الولايات المتحدة والدولة العبرية. We just need to remember who we are. This is the United States of America. And there's never been anything we've been unable to do, unable to accomplish. وجددت الولايات المتحدة خلال توقيع الإعلان التزامها بأمن إسرائيل وقوة ردعها، كما أكد الإعلان التزام واشنطن بردع التهديدات الإيرانية النووية وعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وأشار الإعلان الأمريكي الإسرائيلي في ذات الصدد إلى أن واشنطن ستستخدم قواتها لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، كما أوضح الإعلان إلى أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع الشركاء لمواجهة العدوان الإيراني.